Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhat talamis al-a'izza? Ad'u lakum fi dawamil khair ma'a usratikum. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila qanati ta'lim Nazmi Muhsin Official ma'a mu'allim Muhammad Nazmi. في هذا اليوم سندرس عن وحدة الأولى تحت الموضوع في المطبخ. فاليوم سنقرأ الكلمات في المحور. هل أنتم مستعدون؟ أحسنتم. هيا نبدأ الآن. أقرأ وأردد. أقرأ وأردد. إبريق. 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 هذا إبريق. هذا إبريق. كوب. 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 هذا كوب. هذا كوب. سكين. 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 هذا سكين. هذا سكين. سين. صحن. 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 هذا صحن. هذا صحن. صاد. فنجان. 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 هذا فنجان. هذا فنجان. قدر. 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 هذا قدر. هذا قدر. فرن. 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 هذا فرن. هذا فرن. موقد. 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 هذا موقد. هذا موقد.
ثلاجة ثلاجة ثلاجة. هذه ثلاجة هذه ثلاجة. مغرفة مغرفة مغرفة. هذه مغرفة هذه مغرفة. مقلاة مقلاة مقلاة. هذه مقلاة هذه مقلاة. شوكة شوكة شوكة. هذه شوكة هذه شوكة. ملعقة ملعقة ملعقة. هذه ملعقة هذه ملعقة. أيها التلاميذ نستمر درسنا. أستمع وأصنف أستمع وأصنف. مغرفة الإجابة هذه مغرفة. أحسنت. قدر الإجابة هذا قدر. أنتم ممتازون. فرن الإجابة هذا فرن. أحسنتم. شوكة الإجابة هذه شوكة. أنت طيب. مقلاة الإجابة هذه مقلاة. أنت رائعة. الحمد لله قد انتهى درسنا اليوم عن أسماء الأدوات في المطبخ. قد درسنا 13 كلمات في الوحدة الأولى، ثم ركزنا إلى الحروف المتماثلة ثاء وسين وصاد في الكلمات، واستخدمنا
اسم الإشارة هذا وهذه في الجمل بسيطة. لا تنسوا لمراجعة هذا الفيديو مرة بعد مرة. شكرا جزيلا على حسن انتباهكم، وأخير الكلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة وإلى اللقاء.